صباح الخير مجددا مشاهدينا. اليوم لكينا فقراتنا عديدة وأكيد ناطرين مقادير سلطاتنا اليوم. عندنا إيطاليان برغل سالاد وعندنا شريمب لبنيز برغل سالاد. للإيطاليان برغل سالاد بيلزمكم برغل أبيض، موزاريلا طازة، حبق، بندورة مجففة، بيستو صوص، لوبيا، بازيلا، زيتون أسود، جبنة البارميزان، عصير الحامض، زيت زيتون، ملح وبهار أسود. للشريمب لبنيز برغل سالاد بيلزمكم برغل أبيض، حلوم، ريدس، بندورة كرزية، روكا، بقدونس، نعنع، بقلي، زيتون أسود، دبس الحصرم، زيت زيتون، ملح وبهار أسود. هون المقادير. وكمان عندنا اليوم مسابقة رمضان مشاهدينا. السؤال هو ما عدد السجدات في القرآن الكريم؟ إذا عندكم الجواب فيكم تبلشوا تجاوبونا على الفيسبوك بيج للإم تي في لايف. وكمان رح آخذ اتصالاتكم ضمن فقرة تيبس على 0444444 وكمان ضمن فقرة كوكينج. وقفة ونرجع لعند رندا فهد ببارنس. روتانا تقدم كارول سماحة، استعراض السيدة على مسرح صالة السفراء كازينو لبنان. حجقت على فسوح زمطنا. صباح الخير. صباح النور، كيفك جاد؟ كيفك انت؟ طلبت منك نرجع نكفي موضوع البرغل. صح. انا عم بشكرك اليوم كمان عم تعمل هالمره سلطه مع البرغل. اثنين سلطه. انا بس بعرف السلطه اللي بناكلها مع البرغل هي التبوله. لا اليوم غير. اليوم غير. رح تكون البرغل هو ولا مرة عاملة سلطة على برغل ولا مرة ضايقة، هيدي شغلة. واليوم البرغل اليوم هو الأساس بالسلاد، مش إنه فيها سلاد فيها شوية برغل، هي الأساس بالبرغل. فيها ديليفري. أوكي. اللي رح نعمله هو أول شيء رح نطبخ البرغل أول شيء ونحطه بالبراد ليسقع. أوكي. بهالوقت بنرجع بنشتغل بكل الأغراض تبع السلاد. رح نعمل وحدة تقريباً يعني فيها انجريدينز ايطالي بين الموتزاريلا والدراي توميتو والبارميزان والبيستو، وحدة شوي على لبناني اكثر، فيها ريدس، فيها حلوم، فيها روكا، فيها نعنع، فيها لانه عملنا حلقه مع زميلتنا رندا فهد ببالانس وعملت كومباريزون بين الكينوا والبرغل. وشفنا انه فوائد البرغل تقريبا قد فوائد الكينوا. تقريبا قد الكينوا، مزبوط. والكينوا مش موجود وين ما كان. الكينوا عامل ضجه لانه جديد. جديد ولا فيه كثير بروتين. لا. كمان صح. البرغل الناس نسيته عم بقول لانه مارق عليهم. مارق عليهم صح. كينوا كرمال بس جديد بالسوق. رجعنا اكتشفنا انه فوائد البرغل مهولة. مزبوط. وبلبنان موجود البرغل وين ما كان. مزبوط. ورخيص ولانه الكينوا مش رخيص. فيك تستعمليه بكثير انجريدينت، بكثير ريسيبي بين الاشياء المطبوخه. صح. فيها لحمه، فيها دجاج. مشان هيك ليش ما بنتعرف اكثر على البرغل ونعمل سلطات. هلا أنا فكره مهضومه السلطه. لا كتير طيبة وكونسيستانت، يعني انه عم تاكل شيء عم تشبع. مش انه واذا حطينا فيها بروتين كمان. مزبوط. بتطلع وجبة كاملة. يعني وجبة كاملة. صح. اللي رح اعمله انا رح اغسل البرغل بهالوقت. يلا انا رح اخذ اتصال. الو بونجور. كيفك مدام؟ كتر خير. الله، مين معي؟ مدام راغد عم بتسافر. تفضلي حبيبتي. 15 سجدة والواجب 4. عم بسأل عن السجدة أنا. إيه 15 والواجب منهم 4. أوكي، ثانك يو، ميرسي على اتصالك. لكينا كم عدد السجدات في القرآن الكريم؟ هيدا السؤال. فيكم تربحوا معنا إفطار لشخصين بريستوران هاناي بأوتيل لانكاستر الروشة.
وبهالوقت غسل جاد البرغل. هون انا غسلت البرغل. عم نحمي شوي زيت زيتون مثل ما قلنا. ايه شوية زيت هلا بنقليه وبنحط له البويون. عامل البويون انا خضرة هون. اوكي هون الاساسي بالطبخ البرغل ما بدي اعطيه طعمة شي هون، لان كل الطعمة هلا رح تكون بالصوص والتتبيل وبالانجريدينس. اوكي هون اللي رح اعمله مثل ما قلنا عن البرغل انه بيتغسل بس ما بينقع ابدا. اوكي ايه لانه بيصير بعدين ما فينا نطبخه. مزبوط هون. الو 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 بونجور رانيا. بونجور. تفضلي. جواب 15 ركعة. ميرسي. هون لكن رح نقليه شوي ورح دغري نحط له ستوك. فينا ما نحط مرقة. فينا نحط مي. فينا نحط مي. لا انه تنكه شوي اكثر. ايه اكيد. بس فينا يلي ما بحب يحط. ايه اكيد حط مي عادي. مي عادي. بنطبخه بينفلش على صينيه بيتسقى وبنرجع بنخلطه مع. ما فينا ناكله سخن. سلاد؟ انه بتنزل الانجريدينز الباقيه كلها، يعني اذا بدك تحطي. مشان هيك عم بسأل. ايه لا بدها تتسقع وبترجع تنخلط، خصوصا اذا فيها حبق بيسود الحبق، بازيلا نفس القصه اللوبي بيتغير لونه. السلطة ما بتكون سخنة. مزبوط. هلا اذا فينا نعملها اذا بدنا نعمل سلاد شوي سخنة. ايه؟ يعني بنشيله ما بنسقه على الاخر. خليها فاترة. خليها فاترة بس بدنا نغير شوي الانجريدينز، يعني بدنا نستعمل اشياء ما بغير لونها ما بتنتزع بقلبه. اوكي فهمت. بونجور ماري. بونجور مدام ستيفاني. كيفك؟ كيفك؟ ماشي الحال؟ وبون. شو جوابك اليوم؟ بونجور للشيف فهد وبدي. بونجورك. بونجور للشيف فهد بدي اقول له ميرسي كثير على هالطبخات اللي عم يعملنا اياها. صحتين صحتين، اهلا وسهلا فيك. تفضلي. المطبخ كمان ما تسوى شيء. شو جوابك ماري؟ اكيد 14 بدي اعزبك. 14. ميرسي على اتصالك. اوكي هون تقريبا كمية المي ها هي، مثل ما قلنا امبارح البرغل اقل من الرز، الرز الكباية بدها كبايتين. هون الكباية بدها كباية ونص. بدها كباية ونص. هون رح نخففه مثل ما عملنا امبارح. بدنا نحط شوية ملح. رح نحط ملح شوي صغيرة وفينا كمان مثل ما قلنا ما نحطها. ليش؟ لأنه هونيك رح نحط بارميزون ورح نحط جبنة، رح يكون فيهم فيهم ملح. رح نحط شوية ملح هون وشوية بهار. هلا كمية الملح اللي بدنا نزيدها بنزيدها بس يتسقع السلام. اوكي. هيك بنقدر نعمل كنترول عليها أكثر. فهمت. هون لكن. هلا خلصت هون رح نغطيها ونتركها تستوي. نتركها مثل تستوي. ما قلنا بدها 6 7 دقائق تكتك على رواق. تستوي بس تستوي رح نشيلها دغري على الصينيه ونسقعها. بهالوقت شو رح اعمل انا؟ رح بلش اشتغل بالانجريدينس تبع السلطه. اي وحده بدنا نبلش؟ الايطاليان. رح نبلش بالبدك ايطاليان. ايطاليان بدك تبلش اللبناني بس تيعرفوا المشاهدين اي وحده. رح نبلش ايطاليان. يلا ايطاليان. اوكي يلا. هلا اللي رح نعمله اول شيء بالايطاليان في بندوره مجففه، شوية لوبيا خضراء من الرفيعة مش بدرية. لوبيا لا هي فينا نجيبها الرفيعة. رفيعة. فيها تكون مجلدة فيها تكون طازة نحن ناخذها مسلقة. شوية بازيلا. مزبوط بازيلا. بازيلا سلقينهم قبل. هي بازيلا مسلوقة. فيها كمان المشاهدين يشتروها اوريدي مجلدة مسلوقة ومجلدة وفيهم يشتروها طازة وهن يسلقوها حسب الموسم. أحسن. اوكي. وفيها زيت زيتون أسود. فيها بيستو صوص بارميزون فريش موتزاريلا اكيد مثلا. ملح وبهار وزيت وشويه حامض حبق. اللي رح نعمله هو رح ناخذ الانجريدينز اللي هن ما بدهم اول شيء تقطيع نحطهم. زيتون. زيتون انا مثل ما قلت هون دائما عن الزيتون ما بنشتري زيتون اوريدي مفقع ومنقوع لا بكون شايل طيب. كثير ملح هون انا جايب زيتون وانا مفقعه ومقطعه. اوكي اوكي دراي توميتو رح ناخذها ونقص قصة. هلا هون التقطيع مانا ملزمين بشي معين يعني فينا صح كل واحد فينا نقطعها هيك مكعبات فينا نقصهم بالطول وفينا كمان نرجع مثل ما قلتي نقصهم مكعبات بهالشكل. اوكي معنا اتصال. الو الو بونجور. بونجور معك حكمة حسين. اهلا شو الجواب؟ 14 ركعة. ثانك يو. هلا هون البندوره اللي عم نفرمها هلا هون نحن يعني
بهالروسات فينا كتير نتوسع بالاشياء اللي عم نحطها. يعني هون في يكون عنا باذنجان مشوي, صح, عنا كوسه مشويه, جزر مشوي, شامبينيو, بس مثل ما عملناهم بالفرن. مزبوط, من كم يوم كله بيرجع بينطبخ, بيرجع بيتقطع. فينا حد شامبينيون كمان, ايه كمان, يعني هون المشوي بيكون طاغي. مزبوط, مع البرغل كمان اكيد. طيب يعني هون المشاهدين فيهم يزيدوا وينقصوا قد ما بدهم من هالروسات بالنسبه للاشياء اللي عم نحطها نحن. هون لكن بندوره رح نفرم بعد شقفة او اثنين, يعني هون فينا نحط مثلا شيري توميتو محل هاي اذا المشاهدين ما بحبوا الدراي توميتو. هلا انا حاطط شيري توميتو باللبناني, يعني هن فيهم ياخذوا شكله اللي هن بيحسوا, حسب الموجود بالبراد. جد اوقات بنفتح البراد بنشوف شو عنا وبنقول يه تعالوا نعمل سلطه برغل, يعني بكون يعني عنا برغل بنسلقهم وبنحطهم سوا. يعني هذا تقريبا هذا اللي بيصير عندنا بالمطابخ. بصل كمان فينا نشوي, بصل فينا نحط مشوي نفقشه, يعني صح. مثل ما قلت لك هاي السلطه كثير فينا نزيد وننقص منها, ما لنا كثير ملزمين بالانجريدينز اللي عم نحطهم. لوبيا كمان رح ناخذها نفرمها كمان نصغرها. في ما بحب لوبيا, ما بحط لوبيا. مزبوط, يعني هون فينا نقصها هيك لاثنين اضبط لنقدر نمسك ناكلها نصغرها. يعني هون كمان التقطيع منه كتير اساسي, مش ضروري تطلع السلاد. هلا رح تشوفي شكلك رح يطلع, تطلع كتير تشبه بعضها, يعني تطلع هيك شوي ناتورال اكثر من انه كلها قد بعضها. بعدين في ولاد ما بياكلوا سلطه, بياكلوا برغل هيك صح. بتشجعهم يعني, يعني بصيروا ياكلوا اشياء فريش اكثر. فريش لازم نعود الاولاد على هالطعمه, على الطعمات كمان. يعني نحن المطبخ اللبناني عندنا كتير واسع, مش السلطة بس, خصو خيار وبندورة. يعني كإنجريدينز عندنا كتير اشياء فينا نشتغل فيها, صح, من بهارات, من خضرة, من تكنيك طبخ, في كتير اشياء, صح. وفينا كمان ناخد يعني من تكنيك منا بالمطبخ اللبناني نشتغل فيها بالمطبخ اللبناني بإنجريدينز لبنانية. معنا اتصال. الو الو بونجور. بونجور, كيف بدي رد على الجواب؟ تفضلي تفضلي. والجواب هو 15. ميرسي على اتصالك. بين ال 14 وال 15, بس 14 ونص بركي, لازم تعطونا الجواب المضبوط. او 14 او 15 عم بيجاوبوا. يلا بريك مشاهدينا ونرجع لكم. لكن بعد بدنا نزيد الحبق. حبق مثل ما عم تلاحظي ستيفاني ما عم بفرمه. بتحبني ما بتحبني؟ ايه. بتحبني ما بتحبني؟ ان شاء الله خير نتيجة تطلع اخر شيء. قلنا شو تشوف باخر حبقه شو النتيجة. فهيك كمان بنكون غيرنا. بتفش خلقك. عن القص. فينا نوقف على بتحبني هلا. بتحبني ولا؟ تطلعنا. هون ما قلنا للمشاهدين البرغل شلناه نحن على النار, شلناه وحطيناه بصينيه وعم نبرده هلا بالبراد. لهلا بس نخلص كل شيء هون. البرغل بيستوي بسرعه, ايه 6 7 دقائق بيطلع البرغل, صح. هون ما رح نكتر بقى, رح نحط وحده. اوكي هيك بنكون عم نخلص. بتحبني بنخلص على بتحبني ولا مثل ما قلنا بتحبني؟ اوكي هون لكن شو رح اعمل انا دائما بتحبك وهي ما بتحبني وهي بتحبني. ايوه قفلناها, يعني قفلناها. هون رح اخذ الجبنه اليوم, ما رح افرمها, رح اعملها هيك. هلا شوفي شكلها شو رح يطلع حلو بالسلطه. اوكي رح نكسرها تكسير. اليوم عم تفش غلقه. في قهر اليوم. في قهر اليوم. اذا بتلاحظي هلا قد بس نخلطها كيف رح يطلع شكلها. يطلع شوي ناتورال, يعني بنكون غيرنا عن الاشياء اللي هلا هون. بعبدنا برغل, بعبدنا بارميزان وبيستو وملح وبهار وزيت. هلا ما راح نحطهم بعدين, ما بس نخلص حضرنا. بس يسقع البرغل. هل هيدي الايطاليان؟ هل ايطاليان برغل على ايطاليان؟ هلا برغل على لبناني. هلا هاي راح نشيلها. اوكي بدنا اياها كمان. هلا فينا نرجع نشوف الانجريديان. في عنا اتصال. الو الو بونجور. بونجور الو بونجور. توني كيفك؟ منيح. بدي جاوب على السؤال. تفضل تفضل. بدي اقول 14 الرقم 14. ميرسي على اتصالك. هون كمان ستيفاني بتحبها؟
بتحبني ما بتحبني. شو بك اليوم كله؟ عم نشتغل على النتيجة هلا. بقلي هون بقلي نعنع ركة بقدونس مزبوط هون اخدين طماط سوريش صح بس الكرافات عجبتني هيدي ايه يعني عم نحط بسلاد شوي كنت عم فكر شو فينا نحط ما بدل فيكم فيها دجاج كمان دجاج اكيد نشوي صدر الدجاج كمان بنسقه ونرجع بنقطه كمان في كمان جبنة شو حاطة حلوم حلوم هون فينا كمان نستبدلها اذا بدك بغير شيء فينا نحط فيها فتة فينا فتة. نحط يعني ضمن الاشياء كمان فتة بتصير جريك انا بالنسبه لي بس يكون في فتة بالهيدا مزبوط بتصير العالم براسهم انه صح كلنا. مع انه عندنا بال بالمطبخ اللبناني مستعملها كمان يعني صح. مش انه مستعمل بلغاري اكثر كمان انا بحب البلغاري بس البلغاري مع بطيخ كمان اسمها مش ظابط على اللبناني الو الو صباح الخير صباح النور يعطيكم العافيه ثانك يو ستيفاني بيز بس قبل ما اعطي جواب المسابقه بدي اسال الشيف من وين فينا نلاقي درايد توميتوز درايد توميتو مدام بالسوبر ماركت موجود بيكون بمراطبين منقوع بزيت وفي مره عملنا حلقه كمان كيف بينعمل اذا بتتذكري وقت قطعنا البندوره وحطينا له ملح وسكر ونشفناه بالفرن على حراره 60 شيء بده 5-6 ساعات بالفرن بيكون خالص بس على الاكيد يعني الاحسن ينشرها لانه مشروع طويل بالبيت يعني صح خصوصا الكنترول على الفرن بالبيت منه كتير هين يعني دقيق صح ما عندنا كنترول عندنا بوتاغاز طيب في عطي جواب المسابقة ستيفاني أكيد الجواب 14 Thank you ميرسي هون لكن كمان البقدونس إذا بتلاحظي ما عم نفرم شي فيها هالسلاد عم نفش خلقنا في عم ننتف فش خلق اليوم في تنتيف أوكي هون كمان بقدونس بكفي روكا كمان رح ناخدهم رح نكسرهم كسر هيك بالنص هلا شوفي لونها شو رح يطلع حلو السلطة بين الأخضر والأبيض والأحمر ألوان الأرز اللبنانية صح. العلم اللبناني هلا العلم التلياني كمان زيت الألوان بدنا بس الخشبة يعني الأرز الخشبة هن شو اسمه شو بدنا نحط الخشبة خلص بنحمله بايدنا بلا خشبة اوكي اوكي هون لكان روكا كمان خلصنا تومات سوريس هلا بدنا نقصهم رح ناخذ البندورة بدك تنجبر تقص هون صرنا رجعنا على القص هلا هون ما رح نكتر كثير بندورة فيها اوكي اصلا اذا كثير صغار فينا نتركهم مثل ما هن هو هيك رح نعمل رح ننقل كثير صغار نحطهم ديركت فيها والشوي كبار كمان هيك بيكون عندنا شكلين بندوره بقلبها اوكي الكروفيت شو عاملين بس القرادس هون مسلوق القرادس مسلوق عادي ثانك يو وفينا نشوي كمان الو بونجور فيني أستريك؟ أكيد مين معي؟ معك نادية تفضلي نادية 14 مرسي على اتصالك هون إذا بتلاحظي الإرايديس منقصها لاثنين منقصها باثنين بس على شكلها يعني إيه؟ طيب يضل محافظة على شكلها مش رح نقصها هيك أوكي بالعرض مزبوط مش يعني لا بالطول عم نف بالطول بالطول عم نفلقها بالنص مثل ما بيقولوا تحتى محافظ على شكلها لحبة الإرايديس نحطهم كلهم هون شو بعد عندنا بعد ناقص بعد في الحلوم رح نقص الحلوم اوكي هون لكن خلصنا بعد عندنا الحلوم شو الصوص حامض وزيت بالسلاد اللبنانية رح حطها رح تبلها ب عصير الحصرم ستيفاني اوكي واكيد زيت يعني وملح وبهار هون عم نحرك البرغل حتى يسقع اسرع هلا أوكي. شو بعد عندنا لكن رح نعمل هيك الو 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 بونجور بونجور مين معي
زينة. زينة؟ ايه. قد ايه عمرك زينة؟ عمري 10. وشو الجواب؟ 15. أكيد زينة؟ ايه. ميرسي على اتصالك. اوكي. هون لكن تقريبا كل شيء بدنا نقطعه قطعناه، رح نشيل ال بدنا نجيب بلاتو. ال بولا وحدة حطينا بصل أو ثوم؟ بصل وثوم ما حطينا، بس مثل ما قلنا هون اللي عباله يشوي بصل ويحط بصل بقلبها كمان فيه، أو يشوي ثوم كرمال هيك يعني كنا عم نحكي إنه السلاد كتير فينا نتوسع فيها، فينا نقلل بالأشياء اللي حطيناها وفينا نزيد كتير أشياء. أوكي. هون لكن اللي رح نعمله عنا هون عصير الحصرم، هون خلصنا منهم كلهم، عنا الزيت والملح والبهار. هلا اللي رح نعمله سؤال جاد. ايه؟ عصير الحصرم ايه منحط زيت بس. كمية الحامض اللي عم نحطه عصير الحصرم كتير حاد. هلا في نوعين، في شيء اسمه دبس الحصرم، في شيء اسمه عصير الحصرم. دبس الحصرم نفس الشيء هو بس بيكون كونسنتري اكثر من هيك. هيدا اذا بتلاحظيه مي مثل المي مثل الحامض. الدبس بيكون مثل الدبس. هذا كمان نشتريه؟ هذا بنشرى أنينة. اكيد اكيد. اوكي. هيداك بيكون يعني كونسنتري اكثر بدل ما ولا مره شايفه عصير حصرم، شايفه دبس الحصرم. دبس الرمان الحصرم ودبس الرمان. ايه اكيد. ما هو هيدا الليكيد كثير اسمه عصير. عصير اوكي. بياخذوا هذا بيرجعوا بيطبخوه بيغلوه بصير كونسنتري اكثر، بصير دبس الحصرم. اوكي. هلا اللي رح نعمله تعلمت شغله اليوم. رح ناخذ البرغل. اوكي. الو. بونجور مدام ستيفاني. بونجورين، مين معي؟ بونجور شيف، معكي ماريانا السعدي من الشوف. بونجور. تحية لكل المشاهدين بالشوف. تفضلي. ميرسي مدام ستيفاني. تفضلي. بالنسبة للمسابقة 14. ميرسي على اتصالك. هون البرغل لكان. بتحط له شوية زيت. طلع شوية زيت. اوكي. هون مثل ما قلنا هلا البرغل مثل ما هو هلا ما في طعمه. ايه يعني ما في هالطعم هيدا. هلا رح نقوي له طعم. صح. هلا هون رح تتغير القصه كلها بقلب الصوص ومع الانجريدينتس. هلا اوكي اللي رح نعمله هو رح نبلش بالايطالي، وهون رح يطلع لونه البرغل لونه اخضر من ورا البيستو لأنه في شيء عم يتحضر أكيد. صرنا نعرف لرنا بتكون بتسأل ليش فجأة. مش لأنه بتسألك ليش، بتسأل ليش عم تضحك وأن بلوس صار المشاهدين يعرفوا، بس نقول رنا بيعرفوا. هون لكن برمزان وبيستو بهار أسود. بيستو. شوفي دائما الوجه بس ياخذ الهواء كيف بغير لونه، من تحت بضل اخضر اخضر. زيت زيتون. اوكي. حامض، نقطه حامض. هلا نحط لهم كمان. هلا رح يصير لون البرغل اخضر من البيستو. شو حلو، شو حلو هالسلطه. يعني اذا لاحظ الجبنه كمان كيف شكلها بقلبها. صح، مش كرويات. مزبوط. هون نحن كمان عم ناخذ اتصال. الو. الو صباح الخير. صباح النور. معك ساعه تنزل. شو الجواب؟ انا بقول 15. ميرسي، ثانك يو. كمان شويه بيستو ونقطة زيت. بتكون السلاد بتكون السلاد هون ما بدها شيء، بدها بس برزنتيشن. مزبوط. هلا اخر شيء وهي ملونة حالها، يعني هلا ما رح نعمل شيء غير انه شو حلوة. انا قلت لك عم تحضر شيء، فينا نخبرهم شو قالت. برغلي هديك. برغلي هدي. قالت برغل على الإيطاليان. هيدي رنا.
عم تقلنا بدينتنا برغل الايطاليان يعني برغلة. ام جوابها جاد لا برغلي. هلا اللبناني لنشوف شو راح تلاقي له اسم. هلا اللبناني لنشوف. يلا مع وقت قوي حالك رنا. بدها تشتغل على القواعد هلا بهاي اكثر. اوكي هون لكن شو بدنا نحط لها؟ بدنا نحط لها زيت. فينا نحط لها دبس الرمان كمان نقطة بركة. فينا نحط لها على بتصير يعني بتعبئها أكثر لونها بتصير أكثر على على مارون. مزبوط وقتها هيدي بتصير الأرزة. جزع. اوكي هون بهار هون رح نترك البرغل لونه مثل ما هو ابيض ورح تكون الالوان من الخضره وعلى قريدس كمان كيف مبين بقلبهم والملح ما حطينا ما رح نكتر لان في حلومه في ملح بقلبه نحن خلصنا مشاهدينا رح ناخذ سوا وقفه بنرجع لكم نعطي اسم الرابح او الرابحه وبنقدم لكم الصحون بالبرزنتيشن يلا اتوب صار معنا جاك اليوم كان بالبيت صيفيه بقى بحب البرغل بحب البرغل بقى قلت بجيبه معي سوا وبحب يطبخ كان طلع انا معنا من الاول لكن ايه بس بحب هو يطبخ وهو بصير بيعمل سندويشاته بيعمل سلادات وبيحضر لنا اكل لقلي ولا عم يتمرن بالليل يعني. ايه عم يتمرن بقى اليوم بدي اعطي اول شيء اسم الرابح او الرابحه اليوم عندنا حكمه حسين افطار لشخصين بريستوران هناي باوتيل لانكاستر الروشه حكمت لكينا بتربح معنا افطار لشخصين بريستوران هناي باوتيل لانكاستر الروشه هون لكن نحن خلصنا ستيفاني انا هيك عم بعمل هيدي اول برزنتيشن مزبوط عم شيل هيك شوي القرايديس حطهم على الوجه اللبنيز وهونيك الايطاليان هونيك طيب ايه طيب اكيد طيب اوكي هوني كمان تاني سلاد عن جد اليوم عملنا شيء شوي جديد ايه وبانجريدينز كثير هين وكثير موجود عندنا يعني مش انه لبنان اخترعنا كل شيء موجود تقريبا عندنا بالبراد ما جبنا شيء صعب اوكي هون اللبناني حط لها شويه نعنع من الاغراض اللي استعملناهم بقلبها ميرسي رنا على الكادر الحلو وهون الايطالي حطينا لها حبق لكن هيدا الايطالي وهيدا اللبناني فينا نحط هيك شوية زيت زيتون إذا بديك تيلمعوا على الورق جاك خلصنا. انت بنرجع بنشوفك نهار السبت مع كلب برينس بفقرة بيتس حوالي الساعة 10:30 الصباح شو وجاد بنرجع بنشوفك نهار التنين الأراد أكيد كمان بروستات جديدة وافكار جديدة وسلطة بالصيفية كتير طيبة بتجنن مشاهدينا خلصوا فقرات ولنا لليوم انا برجع بشوفكن نهار الجمعة ما تنسوا البسمة على وجهكن باي باي.